الاحتمالات المشروطة والحوادث المستقلة. الاحتمال المشروط هو احتمال وقوع حادث ما مع توافر معلومات جزئية عن نتيجة التجربة العشوائية، ويوظف لحساب بعض الاحتمالات للحوادث في التجارب العشوائية. استقلال الحوادث: في بعض التجارب العشوائية تجد أن احتمال وقوع حادث ما مثل H1 لا يؤثر في احتمال وقوع أو احتمال وقوع حادث آخر مثل H2، وتسمى الحوادث في مثل هذه الحالة حوادث مستقلة. مثلا عند إلقاء قطعة نقد معدنية مرة واحدة وإلقاء حجر نرد مرة واحدة، فإن احتمال ظهور الكتابة على قطعة النقد لا يؤثر على احتمال ظهور العدد 2 مثلا على الوجه العلوي لحجر النرد. قوانين الاحتمالات المستقلة: 1. لامحة 1 تقاطع حادث 2 بتساوي لامحة 1 ضرب لامحة 2. في الحوادث المستقلة التقاطع فيهم ضرب، وإذا طلب مني لامحة 1 اتحاد حادث 2 بتكون لامحة 1 زائد لامحة 2 ناقص تقاطعهم، وتقاطعهم أصلا عبارة عن ضرب لامحة 1 ضرب لامحة 2. وإذا طلب مني لامحة 1 بشرط حدوث حادث 2 بتصير لامحة 1 فقط، لأنه ما بيأثر حادث 2 عليها. لامحة 2 بشرط حدوث H1 تساوي لامحة 2 فقط. أما الحوادث المنفصلة هي الحوادث التي تقاطعها دائما فاي، مثل هذا شكل فن سين صاد تقاطعهم فاي. فإذا قوانين الحوادث المنفصلة: لامحة 1 تقاطع H2 تساوي صفر، احتمالهم احتمال تقاطع صفر، لو H1 تقاطع H2 فاي، أما احتمالها صفر. لامحة 1 اتحاد H2 هي لامحة 1 زائد لامحة 2 فقط، لأنه تقاطعهم صفر. لامحة 1 ناقص H2 هي لامحة 1 فقط، ولامحة 2 ناقص H1 تساوي لامحة 2 فقط. رح ناخد مثال كامل على القوانين هاي. مثلا إذا قال لي H1 H2 حادثان منفصلان، وكان لامحة 1 تساوي 6/10 ولامحة 2 تساوي 3/10، طلب مني لامحة 1 تقاطع H2، تقاطعهم صفر لأنهم منفصلان، إذا تقاطعهم صفر، احتمال التقاطع صفر. لامحة 1 اتحاد H2 هو لامحة 1 زائد لامحة 2 فقط، لأنه تقاطعهم صفر. إذا عندي تقاطعهم فاي واحتمالها صفر، فإذا 6/10 زائد 3/10 هي 9/10. لامحة 1 ناقص H2 هي لامحة 1 فقط اللي هي 6/10، ولامحة 2 ناقص H1 تساوي لامحة 2 فقط اللي هي 3/10. هاي حوادث منفصلة. هلأ لو أعطاني مثال تاني عن الحوادث المستقلة، بيختلف عن الحوادث المنفصلة. لامحة 1 ولامحة 2 حادثان مستقلان، وكان لامحة 1 تساوي 4/10، لامحة 2 تساوي 5/10. طلب منا أوجد 1 لامحة 1 تقاطع H2، تقاطعهم هو ضرب لامحة 1 ضرب لامحة 2 اللي هي 4/10 ضرب 5/10 تساوي 20%، هي نفسها 2/10. لو طلب مني لامحة 1 اتحاد H2 هي لامحة 1 زائد لامحة 2 ناقص تقاطعهم، تقاطعهم أصلا هو لامحة 1 ضرب لامحة 2 اللي احنا أوجدناها 20%، إذا 4/10 زائد 5/10 ناقص 20% أو 2/10 تساوي 7/10، إذا اتحادهم احتمال الاتحاد تساوي 7/10. لو طلب مني لامحة 1 بشرط حدوث H2 بتساوي لامحة 1 فقط اللي هي 4/10. لو طلب مني لامحة 2 بشرط حدوث H1 تساوي لامحة 2 فقط اللي هي 5/10. هلا بتقدروا تحلوا ورقة العمل المتعلقة بالدرس. شكرا.